فاتوا. ينظم معهد التقنية المتخصصين في الفلاحة بتمارا مباراة ولوج مستوى التقني المتخصص في شعبة التقني التجاري في الإنتاج والتسويق البستاني برسم الموسم الدراسي 2020-2021، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 14 سبتمبر 2020 إلى غاية يوم الجمعة 18 سبتمبر 2020. تتم عملية التسجيل في هذه المباراة قبل 10 سبتمبر 2020 على الساعة 4 بعد الزوال إجباريا عبر البوابة الإلكترونية. فتح هذه المباراة في وجه المترشحين الحاملين للجنسية المغربية الذين لا تتعدى أعمارهم 30 سنة عند تاريخ بداية السنة الدراسية المقبلة، حاصلين على شهادة البكالوريا في التخصصات التالية: علوم تجريبية، علوم فيزيائية، علوم الحياة والأرض، علوم زراعية وعلوم رياضية كذلك، أو الحاصلين على دبلوم التقني في التخصصات التالية: الزراعات المتعددة والإنتاج الحيواني والبستنة مع خبرة لا تقل عن سنة، وذلك في حدود 5% من المقاعد المخصصة لهذا المستوى. عملية الانتقاء: سيتم انتقاء أولي حسب النقاط المحصل عليها من امتحان البكالوريا للمواد التالية: الرياضيات، فيزياء، علوم الحياة والأرض، اللغة الفرنسية، ما عدا الحاصلين على البكالوريا المهنية الفلاحية والعلوم الزراعية برسم الموسم الدراسي 2019-2020، الذين سيجتازون مباشرة الامتحان الشفوي. يليه اختبار شفوي للمترشحين الذين تم قبولهم في الانتقاء الأولي، وسيتم إخبار المعنيين بالأمر عن اليوم والساعة لهذا الاختبار عبر البوابة الإلكترونية المشار إليها. رابط التسجيل: معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بتمارا، المدرسة الفلاحية بتمارا، كيلومتر 4.5 طريق سيدي يحيى زعير، صندوق بريد 41-48 تمارا. الهاتف والفاكس 0537741120. وكل هذه المعلومات كما العادة إن شاء الله سوف تجدونها في صندوق الوصف. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.